واضح جدا ان الرد الذي تقدمت به حركه حماس والرد الايجابي على الورقه التي قدمها الوسطاء هو لم يكن ضمن التوقعات الاسرائيليه والامريكيه ان تكون هناك ايجابيه، ولهذا السبب كانت هناك حمله اعلاميه ما قبل وصول الرد من قبل حركه حماس من قبل الولايات المتحده الامريكيه ومن قبل اسرائيل باتهام حركه حماس انها هي المعطل الاساس وانها هي من تتحمل مسؤوليه الفشل في التوصل الى اتفاق، لكن عندما جاء الرد هو ربما أحدث حالة من الإرباك على مستويين أساسيين، المستوى الإسرائيلي المرتبط في السياسات الإسرائيلية ورغبة بنيامين نتنياهو وحكومته في إطالة أمد هذه الحرب بشكل أساس، والنقطة الأخرى هو الذهاب إلى تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وبالتالي هنا وكأن الرد الذي تقدمت به حركة حماس هو يعني فاجأ الاحتلال الإسرائيلي في هذا الإطار. لهذا السبب كانت هناك مسارعة إسرائيلية إلى بداية تنفيذ عملية عسكرية باتجاه معبر رفح، وهنا باعتقادي يحمل أو تحمل هذه العملية العسكرية باتجاه معبر رفح بعضا من الرسائل. الرسالة الأولى وهي محاولة إظهار أن إسرائيل لديها القدرة على تنفيذ التهديدات التي كانت هي تنطلق خلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية بتنفيذ عملية عسكرية في رفح، وهذا يحقق لبنيامين نتنياهو بالتحديد إمكانية أن يقنع المجتمع الإسرائيلي وبالتحديد اليميني داخل المجتمع الإسرائيلي أنه وعده وأوفى بوعده في الذهاب إلى تنفيذ عملية عسكرية في رفح. النقطة الثانية وهي الرغبة في تنفيذ عملية عسكرية باستهداف معبر رفح بالتحديد هي تحمل رسالة سياسية واضحة جدا، وهي بالمناسبة هي رسالة سياسية متوافق عليها أمريكيا، وما يؤكد ذلك أن يعني تصريحات البيت الأبيض وإدارة بايدن حول عملية معبر رفح واضح جدا أنهم يقولون أنها لم تتخطى الخطوط الحمراء التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية.